أهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس التصميم باستخدام برنامج وورد. في هذا الفيديو راح نتعلم كيفية تصميم شهادة احترافية ببرنامج وورد. طبعا الشهادة راح تكون بمقاس A4 أفقية، فنذهب إلى قائمة تخطيط ومن ثم الحجم، نتأكد أن المقاس A4 ونغير الاتجاه إلى أفقي. الآن راح نضيف صورة للشهادة، طبعاً هذه الصورة راح يتم إرفاقها مع هذه المحاضرة، بإمكانكم تنزلوها بشكل مباشر. من قائمة إدراج صور من هذا الجهاز، طبعاً هذه هي الصورة، نضغط عليها كليك أيمن ومن ثم التفاف النص، وطبعاً من ثم نختار خلف النص حتى نقدر نحركها ونتحكم بها بشكل مباشر. راح نكبر الصورة بحيث تملأ الصفحة بهذا الشكل. الآن راح نضيف زخرفة الشهادة أو مخطوطة الشهادة من إدراج صور هذا الجهاز، طبعا تستعرض الشهادة، هذه هي الشهادة، نضغط عليها كليك أيمن ومن ثم التفاف النص أمام النص، صغر مخطوطة حيث تكون بهذه المنطقة. جيد، الآن راح نضيف مربع نص من خلال إدراج رسم مربع نص بهذا المكان، راح نضيف به هذا النص، نجري عليه بعض التنسيقات، كبره، نغير الفونت. جيد، مثلا اختارينا هذا الفونت، راح نعطي توسيط للفونت بهذه الطريقة، راح نكبر الاسم، طبعا صار كبير ثمن لازم، مثلا 40. ممكن الاسم يتغير لونه الى مثلا اللون الازرق او الماروني، ممكن. جيد، الان طبعا الاطار الخاص بمربع النص ممكن نلغي من تنسيق الشكل، تعبئة الشكل راح يكون بلا تعبئة، اطار راح يكون بدون اطار بهذه المنطقة. يفضل انه يكون عندنا محاذاة، يعني هذا النص تكون الشهادة او المخطوطة مقابلة بالضبط. جيد، طبعا ممكن هنا بهذه المنطقة نكتب اسم الأكاديمية، يعني ممكن نكبر ونضيف مربع نص من إدراج رسم مربع نص، مثلا نكتب أكاديمية التطوير المهنية، ممكن طبعا نقوم بهذا الشكل. جيد، ممكن نخليها هنا، طبعا نتخلص من التابعة والإطار ونخلي اللون أبيض، نختار فونت وليكن هذا الفونت، نكبر الحجم، طبعا ممكن انه كل قطعة تكون بمربع نص لا بأس، كنترول اكس ممكن بهذا الشكل، نستنسخ من خلال نضغط على كنترول ونسحب او ناخذ نسخ لصق بنفس الطريقة. عندنا هنا أكاديمية التطوير هذا الشكل، طبعا ممكن نمد كلمة التطوير هذه الطريقة، طبعا نستنسخ الأخير آخر كلمة ونخليها بهذه المنطقة، ثم نلاحظ أصبح عندنا شعار جميل. طيب ممكن طبعا نرفع المخطوطة ونرفع النص. الآن ممكن نضيف اسم المدرب، مثلا طه عبد الستار مدرب الدورة، طبعا ممكن نختار نوع خط وليكن هذا نوع الخط هذا الشكل 14 او حتى ممكن طبعا 18، نفس الخطوات بدون اطار هذا الشكل. الان من قائمة ادراج صورة نضيف هذه العلامة، طبعا من التفاف النص أمام النص، نصغر هذه العلامة هذه المنطقة لا بأس، ممكن تصعد بعد النصوص، وهاي العلامة ممكن طبعا تكبر تصير بهذه الطريقة. جيد، الآن مثل ما نلاحظ أصبحت عندنا شهادة احترافية وبسيطة بنفس الوقت.